بسم الله الرحمن الرحيم، نشرح المحاضرة الثانية من محاضرات الجراحة اللي هي تعتبر المحاضرة الأولى. الدكتور عبد الرزاق اللي هي بعنوان اليورينري سيستم. محاضرتنا هسه راح نجي نعرف اليورولوجي. شنو علم اليورولوجي؟ يقول it is a science that deals with the genitourinary system of male and urinary system of female as well as surgical disorders of adrenal gland. يقول هو العلم اللي راح يدرس التفاصيل الخاصة باليورينري سيستم مالت الميل ومالت الفيميل اثنيناتهم، اوكي؟ بالاضافة لهذا الشيء راح يدرس surgical disorder of adrenal gland. يعني مثلا اني اسوي فد عمليات المن للادرينال جلاند، هاي الادرينال جلاند هي وين موجوده؟ مو موجوده على الكدني؟ الكدني هي مو من جزء من اليورينري سيستم، مو صح؟ فهذا ايضا راح يدرس هذا الجانب، يعني راح ايضا يدرس الادرينال جلاند، لان مثل ما نعرف الادرينال جلاند موجوده على الكدني. زين، فمن انا اسوي فد سيرجيكال او تصير عندي فد مشاكل بالسيرجيكال اللي اسويها للادرينال جلاند، هذا شنو؟ هذا كله يكون من صنف اليورولوجي، علم اليورينري سيستم. هسه هنا أنا اوبجكتيف يقول لي لازم نعرف يعني نفهم الميجر سبتوم مالت اليورولوجيكال ديزيز، وكذلك لازم نعرف الانفستيجيشن مالت اليورولوجيكال كونديشن. طبعا احنا محاضرتنا راح نجي ناخذ هاي الميجر سبتوم، والمحاضره تجي ناخذ الانفستيجيشن، اوكي؟ هسه السبتوم، المين سبتوم، شنو هي المين سبتوم؟ نكبرها شوية. المين سبتوم عندنا هي ثلاث شغلات: هيماتوريا، بين، فريكونسي. هذني أهم سبتوم لليورينري سيستم. نجي أول واحد اللي هو أهم واحد بيهن اللي هو الهيماتوريا. شنو يقصد بيه؟ الهيماتوريا هو يقصد بيه presence of blood in urine، هو يقصد بيه دم موجود باليورين بالادرار، اوكي؟ يقول هذا اليورين، هذا البلد عفوا، قد يكون تيني. شنو يعني تيني؟ amount of blood that are insufficient to stain the urine. يكون microscopic hematuria. يقول قد يكون كمية الدم باليورين كلش قليلة، ما تكون واضحة، ما تكون مبينة، بحيث ان اليورين بالعين المجردة ما ملون، no stain، ما مصبغ باللون الأحمر، بس من أجي أشوفه تحت الميكروسكوب لا، راح تطلع لي أكو القليل، أعداد قليلة من كريات الدم الحمراء موجودة باليورين، بس كما ماكرو ما أقدر، يعني بالعين المجرد نيك آي ما أقدر أشوفها، بس مايكرو لا نقدر. زين، may be detected by diabetic testing as part of routine health check. كذلك ايضا همات عن طريق الدايبستيك، هي اشرطة، هذه ايضا نقدر نحدد انه اليورين اذا كان حاوي على كميات قليلة من الدم. زين، يقول a substantial hematuria into urinary tract will give the urine red or brownish تنج، نسميها بالماكروسكوبك هيماتوريا. شنو يقصد بها؟ يقول انه اذا اليورين نشوفه مصبغ بلون احمر، يعني بالعين المجردة مو بالمايكروسكوب، هذا شنو؟ هذا يعني اليورين حاوي على كميات كثيرة من البلد، اوكي؟ نسميها سبستنشال هيمارج. الفوق قبل شوية ايش قلنا سميناها؟ سميناها تيني اماونت، تيني هيمارج، لان كمية صغيرة، كمية قليلة ما تبين الا تحت المجهر او بالدايبستيك، اوكي؟ زين، يقول مرات من قد ما الدم، يعني عنده دم كلش هواي البيشنت باليورين مالته، من شدة الهيماتوريا اللي عنده احتمال اكو حتى اشوفه بلاد كلوتس، يعني فالتخثرات هيك شلون اللحمات بالدم مات باليورين مالته، كلوتات، اوكي؟ بعد يقول false positive stick test and discolored urine caused by beetroot and some drug. يقول بعض الأحيان اليورين يكون التصبيغ مالته false positive. شلون؟ مثلا بعض الأحيان إذا نتناول أكل، يعني أو واحد يأخذ أدوية مثل anticoagulant، أنا يعني another أو يعني أي drug،
راح هو احتمال يصبغ اليورين سواء كان هذا درج او يعني طعام فود. بعض الاطعمة هي تساهم بتصبيغ اليورين، يعني هذا مو بلاد ترى، اوكي، او بعض الادوية هي تساهم تنطى صبغة لليورين، هذا مو بلاد، هاي نتيجة صبغات موجودة بالادوية او بالاطعمة تخلي اليورين يكتسب هذا الصبغة، مثل من هذه الدرجات اللي هي الدانديفان اللي هو نسميه بالفينودانيون، والبايريدايون اللي هو الفينوزيبرادين، والفيورادانتين واللي هو نفسه النيتروفيورينيشن، كان بي ديستينجش فروم هيماتوريا باي ابسنس ريد بلاد سيل اون يورينري مايكروسكوب. يقول هذن الادويه يطن لون احمر لليورين، بس هو مو دم، يعني ماكو من اللي نجي نشوفه تحت الميكروسكوب، يقول ابسنس ريد بلاد سيل، ماكو كريات دم حمراء، هاي مجرد صبغه عاديه مالت الادويه. زين، يقول هيماتوريا may be intermittent or persistent. يقول هذا الهيماتوريا قد يكون يعني intermittent، يعني يروح ويجي، يعني مو دائما اكو باليورين نشوف بلد، يعني متقطع، مرة يصير عنده يعني هيماتوريا باليورين ومرات لا، يعني يصير عنده بلد باليورين ومرات لا، او مرات يقول لا والله قد يكون persistent، يعني لا والله كل ما يصير عنده ادرار يشوف بلد باليورين مالته. زين، يقول blood appearing at beginning of urinary stream indicate lower urinary tract cause. يقول اذا البيشنت يشوف بالادرار ماته، يعني اول ما يتدرر يطلع ويا الادرار دم، هذا قبل اني شنو اشخصه اقول له انت عندك فدفكت باللور يورينري تراكت، بالجزء السفلي من الجهاز البولي او من المسالك البوليه مالتك، عندك فدفكت هنا. بينما اذا لا والله wears uniform staining through the stream bound cause higher up. اذا لا والله الدم على طول الادرار مالته، يعني من بدايه الادرار لحد نهايته هو مصاحب، يعني يطلع وياه بلاد، هذا من اشوفه هيك هذا اقول له انت الخلل عندك وين صاير بالهاير، يعني بالجزء العلوي من اليورينري تراكت، هذه مهمه لازم نميزها. بعد terminal hematuria يقول is typical of severe blood retention caused by stone or infection. terminal hematuria شنو يقصد بها؟ يقصد بها انه الشخص بالنهاية مات الادرار، يعني من يريد يكمل ادرار يصير عنده يشوف باليورين مالته اكو بلد، يعني من يريد ينقطع الادرار يصير عنده باليورين مالته يشوف اكو بلد، هاي شنو سببها؟ يقول هاي السبب انه صار عنده ريتينشن، تهيج بالبلدر، وهذا قد يكون سببه اكو فد ستونايا بالبلدر او فد انفكشن معين بالبلدر. هذن النقاط الثلاثه كل مهمات، كل وحده اذا البلد ايش وقت اشوفه، مثل بدايه الادرار شنو السبب على طول الادرار، يعني من البدايه الى النهايه شنو السبب، اذا بنهايه الادرار هم لازم شنو سببه. زين، يقول if the patient experiences pain with the hematuria، يقول اذا البيشنت عنده الم ويا الهيماتوريا، الم عنده ويا الهيماتوريا، هذا شنو فائدته؟ يقول characteristic of pain may help identify the source of bleeding، هذا راح يمكنني يساعدني الالم اللي ويا الهيماتوريا، احتمال يساعدني انه اعرف مصدر البليدنج هذا منين دا يجي، اوكي. مرات لا والله هو عنده هيماتوريا بس ما عنده بين، هذه تخوف الشغله، لان احتمال يصير عنده، يعني يكون هو عنده فد ديفكت مالجنسي او مالجننس، اوكي. And all patients with the hematuria should be investigated even if they taking anticoagulant drug. يقول اذا البيشنت عنده هيماتوريا وهو ياخذ انتي كوغولانت دراج، اوكي، واحنا نعرف انه الانتي كوغولانت تصبغ اليورين بصبغه حمراء، يعني شلون الدم عبالك باليورين، فانا حتى لو هيك انا لازم اسوي انفستيجيشن للاحتياط، اوكي. بعد however bleeding into urinary tracts may be caused by occulate nephropathy so it's important check for significant proteinuria and hypertension in this patient. يقول البليدنج باليورينري تراكت قد يكون سببه نفروباثي، يعني اكو خلل بالنفرونات، ولازم اشوف، انا اريد اعرف هل فعلا اكو خلل بالنفرونات لو لا، شلون
اشوف ان هاي النفرونات هل تنفذ بروتين، شلون؟ من خلال اليورين، اشوف اليورين بيه بروتين لو لا. هي المفروض النفرونة الطبيعية ما تطلع بروتين، لان البروتين نعرف انه حجمه كبير ما يطلع، بالاضافة الى الشحنة مالته، اوكي، فما يطلع لازم. لكن اذا اكو خلل بالنفرون، لا، البروتين راح نشوفه باليورين. كذلك نشوف عنده هايبرتنشن او لا. زين الكاسز مالت الهيماتوريا، اول شيء بلاد ديسكارييسيس، يعني اكو خلل بتنسج الدم، يعني اكو خلل بتكوين كريات الدم، هاي تسوي هيماتوريا. بعد باربارا سكلسيال تريت انتي كوغولنت، هاي انتي كوغولنت نعرفها، ذني كلهن اسباب هيماتوريا. بعد همات الكدني، اكو فد مشاكل بالكدني، مثلا اكو رينال تيومر، يعني تيومر هاي تسوي هيماتوريا. عنده مثلا هايبر نفروما، مثلا عنده ترانزيشنال سيل كارسينوما، ويليام تيومر، انفراكت انجري، توبركلوسيس، ستون، فوكال اند جلوميرولر نفرايتس، هذا ان كلهن الامور يسوون هيماتوريا. ذن اسباب الهيماتوريا نحفظهن. زين هسه نجي لليورتر. يقول اليورتر شنو الامراض اللي تصير بيه؟ يعني تصير اليورتر هو الحالب، اوكي. يورتر احتمال تصير ستون ان يورتر، او مرات يكون نيو بلازم اوف يورتر، اوكي، او تروما او انفكشن مرات يتعرض اليورتر. زين البلادر شنو الاشياء اللي تتعرض لها؟ مثلا سيستايتس، يعني التهابات بالبلادر، انفكشن. بعد احتمال تيومر، احتمال ستون يصير بيها، احتمال تروما. بعد البروستات، احتمال شي يصير، شنو الاشياء اللي تتعرض لها البروستات؟ اللي هي اول شيء بناين بروستاتيك هايبربليجيا، كانسر، احتمال تتعرض الى تروما. بعد اليورثرا اللي هو الاحليل، احتمال يصير بي انفكشن او تروما. زين هسه نجي للبين. خلصنا من الهيماتوريا، نجي للبين. البين هو العرض الثاني والرئيسي لليورينري سيستم. يقول احنا عندنا طبعا 5 اماكن باليورينري سيستم تتعرض الى البين، اللي هي الرينال بين، اليوريتريك كوليك، والبلادر بين، والرينال بين، واليوريثرال بين. عندي 5 انواع من البين، هذه مهمه. شنو انواع؟ مثلا خاف يجيني سؤال what is type of pain in urinary system of urinary system، اقول رينال بين، يوريتريك كوليك، بلادر بين، برينال بين، واليوريثرال بين. نجي على اول pain اللي هو الرينال pain، كلش مهم. شوفوا الرينال pain قد يكون سببه inflammation او acute obstruction flow urine from the renal pelvis. يعني شنو صاير؟ اكو فد inflammation او صاير obstruction بمنطقة الرينال pelvis اللي هو الحوض، اوكي. صاير شنو؟ obstruction. هذا ايش راح يمنع؟ راح يمنع اليورين انه يصير له فلو. اليورين بعد ما يتدفق ويروح للحالب، لان صاير هنا اوبستراكشن بالرينال بلفس، فيصير شنو؟ يقل الفلو اوف يورين، يقل. هذا ايش راح يسبب؟ راح يسبب الم. يقول label cause pain that typically felt as deep seated sickening ache in loin، راح يسبب فد الم مثير للاشمئزاز، يعني الم مزعج. وين؟ باللوين، بالخاصرة مالته. It is pro هذا الرينال بين. شنو نوع الألم مات الرينال بين؟ هو deep seated chicken أو sickening arc. شنو سببه؟ نعرف انه inflammation or obstruction بالرينال بلفس. هذه مهمة، بالذات نوع الألم مات الرينال بين. يقول لي مثلا شنو نوع الألم مات الرينال بين، أو نوع الألم مال اليوريتريك. هذني مهمات نوع الألم. زين يقول it is properly the result stretching of capsule of kidney، ويقول يصير يعني تمدد. أهم سبب هذا الألم هو تمدد، يكون هذا الألم نتيجة تمدد بالرينال كبسول مالت الكدني. زين النوع الثاني من الألم اللي هو اليوريتريك كوليك. اليوريتريك كوليك this is an acute pain felt in loin and radiating to ipsilateral إليك فوسا and genitalia. يقول هذا اليوريتريك كوليك هو عبارة عن acute pain، عبارة عن كوليك بين. شلون اللوية؟ كوليك بين، acute pain. وين يحسه؟ بمنطقة اللوين. بعد وينتشر المن يروح المنطقة الإليك فوسا والجينيتاليا، اوكي.
The patient often roll هاي مهمة often roll around in agony as wave of exercises sharp pain pause open counting background of discomfort. هنا من شدة الألم من شدة الويفز يعني من شدة مثلا تجيك موجة من الألم أو هيك شلون ضربات يعني فجأة يجي الألم البيشنت يقوم يعني هيك شلون نقول يتمدد على القاع هيك يقوم يعني من شدة الألم ما أدري شلون أوصف لكم إياها بس يقوم هيك يتدحرج على الأرض من شدة ما يتألم اوكي راوند رول راوند يتدحرج على الارض من شده الويف مات الالم اللي اجته هذه اليوريتريك بين او اليوريتريك كوليك زين يقول كونتراست على العكس هذا اليوريتريك كوليك على العكس من البريتونيال بين اذا شخص عنده بريتونيال بين بالبريتونيال بين لا والله يكون مستلقي ليش لان من يتحرك يصير عنده الالم بينما باليوريتريك كوليك قلنا لا من شدة الموجة مات الألم من شدة الضربة أو النوبة مات الألم اللي تجي يقوم يتدحرج على الأرض في سبيل حتى يحاول إنه يسكن ألمه أوكي هنا البريتونيال بين لا ما يتحرك يظل مستلقي لأن بس يتحرك يصير عنده ألم أوكي ليش يقول usually cause by passage of stone مرات يعني يعزى السبب إنه الاحتمال stone تتحرك فالسبب عدى الألم لذلك هو ظل نايم ما يتحرك مستلقي but blood clot or slow adrenal papillae may give identical pain ويقول همات الكلوت البلد كلوت همات تعطيني ألم مماثل للستون اللي تسوي ستون البلادر بين هسه نجي للبلادر بين يقول البلادر بين is felt suprabubic discomfort بمنطقة السوبرابيوبك الشخص إذا عنده خلل بالبلادر يحس أكو ألم عنده بمنطقة السوبرابيوبك made worse by a bladder filling يحس إنه المثانة مالته ممتلئة حتى لو هي ما بيها فارغة يحسها ممتلئة and mean a sharp pain misleading referred to tip of pains may be result of irritation trigone of the bladder يقول بالمين بالميل ايش راح يصير عند الالم كلش قوي ويروح للبينز يروح للبينز نتيجة شنو irritation يصير بالترايجون منطقة الترايجون هاي النهاية مالت العنق شلون نسميه العنق مالت البلادر يصير بها الريتينشن فش يسوي يسوي ينتشر الألم لمن يروح للبينز هاي وين بالميل يقول سيفير انفليميشن اوف بلادر كان كاز اوف اكستريم ورنجينج ديسكومفورت ات اند اوف ميكتوريشن اذا البلادر كان بها الانفليميشن كلش سيفير كلش سيفير شو يقول يقول بالنهايه مات التدرر مات من يخلص يعني من يريد يخلص يحس عنده ألم كلش قوي زين هاي شو وقت اذا هذا دلاله على انه هو عنده سيفير انفليميشن بالبلادر زين the symptom of a bladder stone was recognized by old lithotomists who called Stringer يقول العلامه اللي هي يحس بالم كلش قوي بنهايه التدرر مالته يقول اللي هو عباره قلنا عن انفكشن يكون سيفير لكن شنو سبب هذا الانفكشن او الانفليميشن السيفير بالبلادر قد يكون هو عبارة عن ستون موجودة بالبلادر سوت لهذا الالم الكل الشديد هذا حسب يعني علماء قالوها علماء يعني مختصين بالجهاز البولي قالوها هذا شنو سموا هذا الالم سترانجر يعني الم غريب او الم لاذع قوي فسموه طلقوا عليه سترانجري زين نجي للبرينال البرينال بين اللي هو this expressed by pentric arc in perineum and rectum هنا الألم راح يكون وين بيا منطقة بالبرينيوم والركتم sometime with the associated inguinal discomfort وبعض الأحيان يعني هم ما تحس ألم بمنطقة الانجوينال يقول البلفيك بين is often بلمد on chronic prostatitis prostodynia or chronic prostate pain أو سندروم يقول البلفيك بين البيلفيك بين مرات يصير عند الشخص بيلفيك بين اذا كان عنده التهاب مزمن بالبروستات كرونيك بروستاتيس او بروستودينيا نسميها او كرونيك بروستات بين
But occurs both men and women. وهاي يصير بالwomen البلفك بين البلفك بين يصير بالwomen وبالmen اثنيناتهم. It's naturally difficult to treat successfully. هذه البلفك بين يعني من الصعب إنه يعالجوها أو من الصعب إنه يجدون لها علاج ناجح. Characters shared with the various chronic scrotal pain syndrome. ليش؟ لأن هي راح شلون يصير أكو التباس. يعني بينها وبين السكروتال بين بيلفيك بين والسكروتال كرونيك سكروتال بين راح يصير يعني الأعراض مالتهم تلتبس واحد بالثاني، فلذلك العلاج مالت البيلفيك بين راح يكون نوعا ما صعب. زين، آخر نوع من أنواع الألم اللي هو اليورثرال بين. يورثرال بين is scalding or burning. شنو نوع الألم؟ راح يكون هيك يحس مثل الانسلاخات أو مثل الحرقة يصير عنده. felt in valve or pains especially during voiding. منطقة الفالف أو البنز بالذات شو وقت مني يعني يفرغ مني يكمل إدرار، أوكي يحس بهذا الألم. يقول altered bladder function. هسا راح نجي للفانكشن مالت البلادر. The normal bladder has two distinct phase of function. البلادر عندها two phase من الفانكشن. أول phase اللي هو filling phase، phase الامتلاء، من تمتلي يعني البلادر عندها وظيفتين. أول وظيفة هي الامتلاء، وثاني وظيفة شنو من تمتلي؟ تحتاج إلى أن تفرغ هذا الـ السوائل اللي صارت داخلها، فشنو نسميه؟ voiding phase، طور التفريغ. أول طور أو أول وظيفة اللي هي filling phase، طبعا ذني مهمات هاي راح تتمثل أنه البلادر راح تشتغل كreservoir كخزان collect urine، يجمع بها اليورين الحد ما شنو؟ الحد ما تفرغه، اللي هي شنو نسميها؟ voiding phase. يقول inappropriate contraction of bladder destroy muscle during during filling. يقول راح خلال عملية الامتلاء الديترويسر مصل مالت البلادر شو راح يصير بيها؟ تتقلص خلال الامتلاء، حتى تمتلي تتقلص الديترويسر مصل. زين، يقول is perceived sensation of urgency to pass urine. الشخص من يريد يعني يفرغ اليورين شو راح يحس؟ urgency. هسه راح ناخذ بعض المصطلحات. طبعا اذا اكو سؤال مهم هنا بهاي الفقره، اذا قال الدكتور what is irritative symptom، انا راح اعدد له frequency nocturia urgency وurgency incontinence. كل وحده راح نجي نعرف شنو معناها. الفريكوانسي هي كل شويه رايح يتدرر، النكتوريا هي يتدرر خلال يعني هو ونايم، الurgency هذه هنا يكون يعني بعد ما يسيطر على نفسه، ما يسيطر يا دوب يلحق يعني يروح للأماكن التدرر حتى يدرر، يا دوب يلحق على نفسه. الأرجنسي incontinence شنو معناها؟ هنا هذا ما يسيطر على نفسه، هنا ما يسيطر يعني ما يسيطر يعني ما يلحق يروح ويصير عنده urination. يقول the patient may have a frequency of micturition and tendency to urge incontinence. sleep may disturbed by nocturia. مثل ما قلنا النكتوريا هي يعني أكو بالنوم هو ونايم يصير عندنا نكتوريا. instability may be idiopathic both sex or part bladder response to outflow obstruction notably in men with the enlargement of the prostate. يقول مرات أكو يعني أسباب غير مجهولة أو غير معروفة عند ال two sex يعني الميل والفيميل، أو هي استجابة البلادر يعني تكون أكو فد خلل أو فد أكو obstruction ما تسمح انه اليورين يصير بشكل طبيعي، بالاخص تصير عند المين عند الميل. ليش؟ لان عندهم بروستات، اوكي، فالادرار شلون ما يقدر يطلع يعني ما يصير عنده يورينيشن بصوره صحيحه. when the tracer instability has a demonstrable neurological cause. وكذلك مرات النيرونات يعني كشيء عصبي هذا ايضا هم ياثر على البلادر، يعني مو بس كشيء عضلي، يعني العضله مالت البلادر صاير بها خلل فبالتالي ما يقدر انه يتدرر ويسوي ادرار. مرات لا اكو كشيء عصبي مثل اعصاب اللي تتحكم بهاي العضله تعبانه فما يصير عنده، فهاي شو نسميها؟ نسميها هايبر ريفلكسيا، اوكي، اذا كان اكو فد خلل نيورولوجيكال. زين، symptom impaired emitting voiding or obstructive symptom hesitancy poor stream intermittent flow incomplete empty both post void developing overflow incontinence
يقول علامات يعني فشل الامبتنج، يعني الشخص ما يصير عنده تدرر، ما يقدر يسوي ادرار. شنو السبب؟ يقول قد يكون اوبستراكتيف، عنده انسداد، او قد يكون هستنسي. شنو هستنسي؟ يعني ينتظر، مثلا هو يريد يتدرب، المثانة ما تم ممتلية اصلا، بس شنو يظل منتظر 10 دقائق 15 دقيقة، حتى شنو يصير عنده يورينيشن، يعني يتأخر. او بورس تريم، يعني ما عنده كلش يورن بالمثانة مالته، بس هو يعني حسها ممتلئة. بعد انترميتنت فلو، او يعني اليورينيشن مالته يصير يقطر، يعني انترميتنت. بعد انكومبليت امبتي، يعني مرات يصير عنده ادرار يريد يسوي يورينيشن، اوكي يسوي بس ما يكمل، ينقطع ويوقف. ها هي زين. بعد بوز فويد دربلينج، يكون يعني اليورينيشن مالته على شكل قطرات. Overflow incontinence are most commonly result bladder outflow obstruction. يقول هذه أسبابها هي قد تكون bladder outflow obstruction. But destroys are failure present similar picture. أو قد يكون يعني أكو خلل بمن بعضلة destroyer. The patient has difficult initiating voiding stents. يقول البيشنت اللي عنده صعوبة باليورينيشن ما يقدر يسوي initiation، يعني voiding. difficulty in initiation voiding، هاي شو نسميها هستنسي، يعني صعوبة عنده بدء التفريغ، هاي نسميها هستنسي. and the stream available or slow abdominal straining improve the weak flow. يقول احتمال الضغط على البطن احتمال يحسن من يعني ضعف التدفق هذا، يعني واحد يضغط على بطنه يحسن الweak flow. When the act of micturition is complete, there may be feeling that urine remain in a bladder, so patient tries again بس any ducts نسميها. شنو هاي؟ يقول مرات البيشنت يسوي micturation، يعني يكمل micturation يكون بصورة كاملة، يعني يفرغ بصورة كاملة، ولا دقيقة شو يحس المثانة مالته ممتلئة، بس يصلا ما بيها، ترى يروح لل يعني دورة المياه ما بيها ما بيها. زين هذه شو نسميها الحالة؟ نسميها بس ان داكس. وذا تايم بلادر، هاي مع مرور الوقت الشخص شو يصير يحس؟ بلادر بيكوم كرونيكلي اوفرفولد، راح يحس دائما دائما المثانة مالته ممتلئة على الرغم من انه هي اصلا فارغة. زين يورين سبلز اوت كرونيك ريتينشن وذ ذا اوفرفلو، هذا حتى احتمال يسوي يصير عنده يعني اليورين يصير له ريتينشن. اوكي لهنا خلصت المحاضرة، مع السلامة.